أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. وهنا مرحبا. الجهاد بالنفس والجهاد بالأموال. نعم. والأموال دي خيرات في نعم. سبيل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منح الله العبد المال ومنحه الحياة والروح، ثم جعل علاقة بينهما أنه أو نقول إيه تجارة. قال له يلا أنا ممكن أشتري منك المال وأشتري منك روحك في سبيل أن أدخلك جنتي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. التابعين لرسول الله الذين يمشون خلف رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هؤلاء من يكونون مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينعمون بالجنات يوم القيامة، لأنهم بذلوا المال وبذلوا الروح وبذلوا النفس. هؤلاء لهم يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى حساب خاص، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو أي واحد ينتمي لأمة النبي في الدنيا له حال مع ربنا عجيب جدا. تخيل حضرتك اللي متعود على الصدقات والزكوات وفعل الخيرات والذكر والصلاة وعلى حضرة النبي وفعل الخيرات دي، إذا مات العبد الصالح، هذا العبد إذا مات كل الناس خلاص، الواحد مات رجع إيه؟ رجع ماله ورجع أولاده ولم يتبقى إلا عمله. تخيلي العمل ده كان فيه شهود واقفين معاه 10 من الملائكة كانوا حول كل مسلم أو كل مؤمن أو كل واحد منا كانوا يشهدوا عليه في الدنيا، فيقفوا 10 ويقولوا يا رب لقد مات عبدك فلان وقد كلمته يا رب وقلت له جاءوا وتركوك وفي التراب وضعوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. خلاص يا رب مات عبدك فلان بكل ما فعل لنفسه، فيقول الحمد الله تبارك وتعالى عبادي ماذا تريدون يا رب هل لنا عملا نؤديه، فيقول قفوا على قبر عبدي ومجداني وعظماني وسبحاني واحمداني ثم اكتبوا كل ذلك في صحيفة عبدي إلى يوم القيامة، لأن انتوا لكم دور تاني حينما تقوم القيامة، أنتم ستكونون الدليل لعبدي تأخذون بيده إلى أرض المحشر ومعه حتى يصل إلى الجنة. شوفي حضرتك عمل المعروف وعمل الخير، بذل المال، بذل العطاء، لذلك أعظم عمل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهو ده اللي بتعمله جماعة البر والتقوى، إن هي بتوصل هؤلاء الناس لمعرفة الله، معرفة رسول الله، معرفة العمل الصالح وقدر هذا العمل ورضاء الله تبارك وتعالى ورضاء رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ويكون توضيحا لطريقنا يوم القيامة، الطريق المملوء بالنور حيث يشرق الله بنوره سبحانه وتعالى على أرض المحشر. طيب نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ربنا في القرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويقول الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، من حديث سعد بن عبادة إنه لما ماتت أمه وكان على سفر
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها يا سعد. قال: يا رسول الله، ما أسرع الخير ثوابا؟ قال: سقي الماء. يا رسول الله، ما أفضل الصدقة؟ قال: سقي الماء. من أعظم الصدقات الجارية سقي الماء. يلفت نظرك أنه من أبواب الجنة الثمانية باب اسمه باب الريان. الريان يعني جاية من الري، اللي بيسقي الناس في الدنيا ربنا يسقيه في الآخرة، يسقيه يوم القيامة من حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويسقيه في الجنة من الكوثر. ربنا في القرآن يقول: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وراي على طول محطة جميلة جدا عاملاها جمعية البر والتقوى في هذه القرية. القرية موجودة وسط مزارع، المية الحلوة كانت على بعد مسافة كبيرة جدا، والناس كانت تعاني مشقات من أجل أن تجد الماء الطيب، الماء النظيف. والجمعية عندها دراسة لواجب المكان وواجب الزمان، دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. الجمعية، جمعية البر والتقوى، بتشتغل بنظام عالي جدا، نظام دارس كويس قوي. واجب المكان، المكان هنا محتاج لمحطة تحلية، تعمل محطة تحلية. في مكان آخر محتاجين مستشفى، تتعمل مستشفى. في مكان ثالث محتاجين مسجد، يتعمل مسجد. فده دراسة اسمها واجب المكان. ثم واجب الزمان، أكتر حاجة محتاجها الناس دلوقتي شربة الماء البارد، شربة الماء النظيف. زكاتك وصدقاتك الجارية وصدقتك مع جمعية البر والتقوى. دي من أهم المبادرات اللي البر والتقوى مستمرة فيها طول الوقت، ومش بتوقفوا مثلا نوقف في الشتاء فنعمل حاجات تانية، لا، هو كله ماشي مع بعض بشكل متوازي. نعم، من فضل الله. احنا لو قلنا ان من حوالي 20 سنة او 30 سنة حد في يوم من الايام عملنا فيه جميل، وفجأة فوجئنا بعد العمر ده كله جاي بيرد لنا الجميل. فاحنا ناس عندنا اصل، فبنرد الجميل حتى لو بعد 50 سنة. فتخيلي من علمنا رد الجميل؟ رسول الله. اللي علمنا الأصول حضرة النبي، واللي علم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الأصول وعلمه يعني إيه رد الجميل هو ربنا سبحانه وتعالى. فلما يجي حد من الأحباب يعمل سك أو نخلة أو عمل صالح أو مية زي ما احنا شايفين في محطة المية، ويسقي به الناس جميعا، تعتقدي أنه يوم القيامة مع من علمه صلى الله عليه وسلم هل يرد الجميل أن يغمس في النار ولو للحظة؟ سقى في الدنيا فيسقى من الله، من يد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يسقى من يد المصطفى. أصلا عايز أقول قبل ما نشوف الجنة والنار، إحنا عندنا قبل الصراط في عندنا هنا في شيبة لازم هنشربها. شربة المية التي نشربها من الكوثر هي دي اللي يشرب منها العبد، فربنا ييسر له اللي باقي كله. الذي يحرم من تلك الشربة يحرم من الخير الذي يليه كله. فتخيلي لو واحد بيعمل معروف كله وبعد كده يجي في المكان ده ويعدي، لا، ده في واحد تاني ضامن انه هيعدي بشربة الماء من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحشر ظمآنا أبدا يوم القيامة. تخيلي هو واقف في أرض المحشر، الناس كلها عطشانة لكنه ليس عطشان. ليه؟ لأنه سقى الناس في الدنيا، فكان رد الجميل من ربنا سبحانه وتعالى. وده كان الاتجاه برضه في جمعية البر والتقوى، أن هي تطور سرعة وصول المية للناس. فبدأ الوصول بالمية في المحطات العادية، ثم المحطات اللي هي خاصة بالطاقة الشمسية، ثم وجود المحطات بالطاقة الشمسية أو بشكل تاني اللي هي زيادة كمية الحفر
ودي اللي هنشوفها ان شاء الله في وسط سيناء ان شاء الله في جفجافة، عاملين 3 محطات لتحلية المياه، وهنا كمان عاملين وصلنا لغاية الأقصر، وصلنا لكتير قوي قوي من الأماكن اللي فيها المياه المالحة زي الإسماعيلية والبحيرة، أماكن كتير جدا جدا داخل مصرنا الحبيبة. من فضل الله نود أن تكون كلها مياه عذبة، لأن المية يشرب منها الإنسان، يشرب منها الحيوان، يشرب منها الطائر، يشرب منها النبات، الجميع، كل خلق الله على الأرض، لأن المياه هي أصل كل شيء، الجميع في الأرض يرون الخير في شربة الماء. هل في خرائط مثلا تحدد الأماكن اللي محتاجين فيها المية، ولا على حسب الطلبات اللي الناس بتبعتها؟ هو قبل الخريطة احنا بنشوف الأكثر احتياج، كلما كان هناك مكان يحتاج أكثر وأكثر وأكثر، عايز أقول من فضل ربنا سبحانه وتعالى احتياجنا أو زيادة الاحتياج لهذا المكان، إن هو نروح نجري ونعمله، إن كانت محطات تحلية أو إن كان محطات تحلية بالطاقة الشمسية أو أماكن صحراوية، وده الاتجاه الجديد الأكثر احتياج، إن هي تكون أماكن محتاجين فعلا فيها الأماكن صحراوية، فمحتاجين إن احنا في الفترة دي نتجه إلى هذه الأماكن، حتى اللي بيشرب المية هيشرب الجميع، كمان هيشرب الأرض اللي هتنبت زرع، وكل ده الغراس هيكون في ميزان حسنات من تصدق بالمياه. طيب احنا عشان الناس بتوع سقي الماء بالذات يقول لك احنا، انا مثلا عايز اعمل ابرر توازيه، عايز اعمل ادخل للبيوت، نعم. اعتقد انكم قولي كده كل الوان الميه اللي بتعملوا فيها، يعني نعم. عندكم ايه وايه وايه؟ انا عايز اقول لحضرتك مثلا حاجه، فايزه لسه مكلماني دلوقتي قالت لي انا متبرعه لوصلات المياه بالموتور بكل حاجه تصل بالعداد الى داخل البيوت. يعني في دي أدي في باب. في توصيل طيب. المواسير لغايه البيوت في القرى المهيئة لذلك بالزبط. اللي فيها يعني دي خطوط. دي عايزة استجابة سريعة، لأن احنا بنخش قرية، البر والتقوى بتخش قرية كاملة وبتبدأ الشرايين تشتغل تحت الأرض علشان المية تدخل البيوت. الجانب الثاني محطات التحلية، وده الجانب الأعلى والأكبر اللي بتستفيد بيه قرية وقريتين من فضل ربنا سبحانه وتعالى، وده شق بيكون أكثر كلفة، لأن الأرض بنضطر نشتريها، المعدات والشركة وكمية الحفر أو الحفر تحت الأرض، المساحات اللي بتتحفر. بالظبط. وطبعا عشان أنا أجيب مية بحتاج لمال، عشان أجيب المية وبعد ما تيجي أبدأ أعمل لها تقطير وأعمل لها تحلية وأعمل لها تهيئة ان الناس تشربها، يبقى محتاجين برضو تكلفة تانية. وفي تكلفة تالتة، دي بيكون موظف واخد خريطة ب5 6 محطات بيتابع معاهم تحلية المياه كل وقت، معاه جهاز علشان لو في اي عطل او في درجة عليت في الملوحة في المية على طول يقدر يوزن من خلال الاجهزة، فتفضل المية من فضل ربنا سبحانه وتعالى جميلة جدا للناس جميعا يا رب. طيب نروح نشوف تقرير اخر ونرجع نكمل حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث إليكم من مسجد السلام بالشروق، هذا الصرح الجميل العظيم الذي تم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل فاعل الخير. الحمد لله رب العالمين، بدأنا من حوالي أو أقل من 2 سنين إلى الآن، وأصبح بهذا المنظر الجميل وبهذا الحجم والتكنولوجيا الحديثة، الحمد لله رب العالمين. المسجد مساحته حوالي 1300 متر، الحمد لله انتهينا منه الآن الحمد لله رب العالمين في فترة وجيزة جدا بالعمل العظيم الكبير ده، ونشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر جميع المساهمين واللي ساعدونا، رغم ان احنا برضو الحمد لله وضعنا كتير من عندنا، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ونشكر جمعية البر والتقوى المشرفة على البناء، والحمد لله رب العالمين وصلنا إلى هذا الجمال، ونحمد الله سبحانه وتعالى. المشاركة في بناء المساجد برضو نعم. مستمرة، وعندكم في أكتر من مكان نعم. يعني مساجد الحمد لله خلاص يعني بدأتوا فيها نعم. أنا عايز أقول إن جمعية البر والتقوى عاملة حوالي 135 مسجد،
ومسجد اللي احنا بنتكلم بصدده في مدينه الشروق، عايز اقول لحضرتك انا رحت وصورت فيه، وفي بعض التقارير انا اللي مصورها من فضل الله. فروحت بنفسي ومشيت حجره حجره حجر حجر في هذا المكان. من حوالي سنتين لما بداوا ينشئوا هذا برضه واحنا صورنا من فضل قبل وبعد من فضل الله، عايز اقول لحضرتك ان المساحه حوالي 1500 متر. فأنا من فضل الله سبحانه وتعالى وجدت فيه عدد كثير كثير من الحجرات في الدور الأول، في الأرض، في الدور الثاني. فبسأل، أنا ما سألتش، يمكن ما كملت السؤال، اتفتحت الأوض وفوجئت بحوالي 30 ترابيزة للإطعام بالكراسي بتاعتها داخل تلك الحجرات بتخزن فيها لما بتيجي مائدة الرحمن في شهر رمضان، والإطعام اللي موجود من داخل المسجد. طلعت الدور الأولاني فوجئت حجرات مقفولة وبتجهز أنها تبقى فصول لتحفيظ القرآن الكريم. وجدت ان هم عندهم بعد كده هيتكلموا في مشروع ان هم يعملوا مشغل او يخلوا المسجد او المنطقه المحيطه من فضل ربنا سبحانه وتعالى دايما في عمل دائم مستمر. وده اللي بتعمله برضه جمعيه البر والتقوى، مش مجرد مسجد للصلاه وبس، ولكن هو جامع لكل هذه الاشياء. يبقى مسجد للصلاه ومشغل ومكان للناس طول السنه بتعمل فيه، او في رمضان مائده الرحمن. يبقى انا عملت، خليت الناس ان كانوا ما شاء الله اهل الشروق او الناس المتبرعين في جماعه البر والتقوى اللي بيطلبوا التعامل مع هذا المسجد والمساجد التانيه بالاسم، بيقولوا لنا طالما المكان فيه اطعام يبقى احنا هنشتغل في المسجد ده. يبقى انا عملت صرح متكامل وهلم جر في كل هذه المساجد، حتى ان المساجد تعطي الهدف بتاعها. يبقى الواحد كده يوم القيامه كما روي في الاثر، الواحد يعني دفع فلوس في المسجد واطعم ناس في المسجد وعلم ناس القران داخل المسجد، حق له يوم القيامه ان يدخل هذا المسجد اللي اشتغل عليه طول عمره ويغلق عليه المسجد، وكل الناس يغلق عليهم المسجد، يعبر بهم الصراط الى الجنه يوم القيامه باذن الله تبارك وتعالى. احنا ده مسجد معمول في الشروق بمقاييس معينه او لمدينه الشروق معينة طبعا، والناس اللي في وسط بقى مثلا كومباوندات او فيلل. لو مسجد مثلا في قريه او مسجد في مكان نائي، اعتقد انه بيتعمل المناسب لكل مكان، وده اللي احنا بنعمله برضو حتى في مساجد في الاقصر لما رحنا وصورنا هناك من فضل ربنا سبحانه وتعالى. خلينا اهل القرى برضو لا يحرموا من جمال المسجد حينما يدخلون فيه. برضو الانشطه اللي موجوده في مسجد الشروق هي نفس الانشطه اللي موجوده في هذا المكان. مسجد الشروق اصلا ارض أعطيت للبر والتقوى والناس اتبرعت، والمكان ده عايز أقول إن 1500 متر الناس بتصلي وتسجد وتصلي فيه في شهر رمضان. عايز أقول لحضرتك من فضل ربنا سبحانه وتعالى مدينة الشروق كلها تعرف هذا المسجد، والناس كلها بتخش تصلي فيه. أعتقد كان أول مسجد على بعد قد إيه؟ كان أول مسجد كان في مدينة الشروق كلها ما كانش فيه، لانه المسجد دوت يعني كل مسجد صغير خاص بكومباوند صغير، لكن ده المسجد العام لكل مدينه الشروق. وموجود على راس المدينه، كل الناس تحب ان هي تروح تشوفه وتشوف قد ايه هذا الصرح من فضل الله. وكان في بقى في المسجد ده مزاد جميل قوي، واحد وقف كده في وسط الناس وقال لي المكان اللي المنبر ده بتاع حضره النبي انا اللي هعمله. فجي واحد تاني قال انا هعمل هلال، واحد تاني قال يا جماعه معلش انا هعمل النجفه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي، عشان في ناس تقول ايه ده مسجد يعني النجفه دي تمنها مثلا يجي 20-30 ألف، طب يعني هنستفيد بيها ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان الحاجات الظاهره في هذا المكان اللي دفعها ناس، واحد بس دفع على روح والده. يعني دي مش تبرعات، ده حد قرر انه ينور المسجد. حد قرر انه في، على فكره ناس اعرفهم بعيدا عن الجامعات وكده، يعدوا على المسجد القريب ايه لو لمض محروقه، هو يقول هو انا هجيب اللمض المحروقه دي وانا اللي ففي ناس حابه كده ان هي تضيء مساجد ربنا سبحانه وتعالى في الارض، فكتر خيرهم يعني. نعم، وفي ناس ربنا اللي بيبعته. صحيح، تخيلي يبعته علشان يدخل الحمام يلاقي مكان الوضوء ما فيش فيه ميه، حنفيات بايظه، يبعت يجيب سباك ويعمل ده كله، يبقى هو ربنا بعته لبيته سبحانه وتعالى. اللهم تقبل من الجميع يا رب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيله الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعيه البر والتقوى المصريه. شكرا الله لكم. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله.